كما فعلوا الساسة في الكتل السياسية بدم المطالي في برنامج الحكومة. قبل كنا في الحكومات السابقة مرر لي أمرر لك. أنتم راضين على ائتلاف إدارة الدولة اليوم بيان للحزب. نعم. اليوم بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني يقول لك أنا ما راضي ائتلاف إدارة الدولة. من حق. صح راضي على السوداني لحد الآن كرئيس وزراء. من حق. ليش؟ من حق. ليش؟ نعم هنالك تلكات من شركائنا ولذلك أكدنا على التوافق والشراكة. أنا أجي على سؤال جنابك. أي. العفو العام يشمل كل العراقي مو المكون السني لكن الأغلبية موجودين من المكون السني فيه كان أحد مطالب الأخوة السنة فيه لكن نحن لا نعطي عفو للدواعش ومن ساعد الدواعش ومن والى الدواعش ومن ساعد الدواعش وكم من لطخ دمه نحن مع الأبرياء الذين في السجون وامتلت السجون العراقية اليوم بإطلاق العفو العام اليوم العفو اللي احنا نطلبه ولا نسمح ان يستخدم العفو لمآرب سياسية وحزبية الدعاية الانتخابية انا غردت في تغريدة على تويتر ايضا ثم العفو للمجرمين الذين تلطخوا بدم العراقي وخصوصا نحن الاقليات في السنجان اليزيديين وفي سهل نينوى انطيني شنو الضمانات اللي ماخذيها من شركائكم العفو قانون العفو يمضي في هذا الفصل التشريعي القانون يمضي وفق المعايير القانونية الدستورية لما نعطي سق غفران للقتلة وللمجرمين الذين تلطخوا يديهم ودمروا العراق وشاركوا بمؤامرات كبيرة ضد الحضارة العراقية هذا هو اللي ما حد يقبل حتى المكون السني أنا ما دافع عن الساترات أدرى مني بهذا الموضوع قد هم أيضا يرفضون رفضا قاطعا نحن نقول العفو العام للمجرمين القتل العراقيين هو إعدام المجرمين كل من لطخ يده بالدم العراقي مهما كان مكونه نحن الضمانات لعد ليش الإطار التنسيقي يعني متلكئ بتمرير موضوع العفو لا مو قضية تمرير هنالك قوانين أتت بالأولوية وعلى رغم نحن لدينا ملاحظات بأن جلسات المجلس النواب لم تكون كما أمنيتنا وكما هو برامجنا الانتخابية يجب أن تكون هنالك قوانين اللي تهم كل القوانين تهم الشعب العراقي.